عائشة هي أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه. أقبل إليه عمرو بن العاص وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلي عائشة. قال: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم ذكر رجالا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها ويصرح أنه صلى الله عليه وسلم يحبها.